بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا إدواموف جل لعلاج الالتواءات والكدمات والشد العضلي والتورم بالركبة والألام المصاحبة للحركة. فهو يعمل على تقليل الالتهابات والألام الناتجة عن الكدمات والالتواءات وتخفيف الألم الناتج عن الشد العضلي، مما يسهل عملية الشفاء ويمكن استخدامه في حالات تورم الركبة والألام المصاحبة للحركة. العبوة 50 جرام، سعر العبوة 44 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.